بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قسم الرياضيات في مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم هذا الفيديو التعليمي. نكمل يا أبنائي الطلاب الجزء الثاني من درسنا الذي هو طرح 10 و100. سنتعلم في هذا الفيديو يا أصدقائي الطلاب كيف نوجد ناتج طرح 100 إلى عدد مكون من 3 أرقام باستعمال القيمة المنزلية. دعونا يا أصدقائي الطلاب في البداية نقوم بمراجعة للقيم المنزلية. النموذج الأول، ماذا يمثل النموذج الأول يا أصدقائي؟ أحسنتم، يمثل الآحاد ويتكون من مربع واحد. النموذج الثاني، مما يتكون النموذج الثاني يا أصدقائي الطلاب؟ كم مربع وماذا يمثل؟ أية منزلة؟ أحسنتم، يمثل منزلة العشرات ويتكون من 10 مربعات. أحسنتم. النموذج الثالث، ماذا يمثل النموذج الثالث يا أبنائي الطلاب؟ المئات. أحسنتم، يمثل المئات ويتكون من 100 مربع. بارك الله فيكم. المثال الأول، لدينا الجملة العددية التالية، 645 ناقص 100. درسنا يا أبنائي في الدرس السابق طرح 10 من عدد مكون من 3 أرقام، وكان يؤدي ذلك إلى أن تنقص منزلة العشرات بمقدار 1. درسنا اليوم هو طرح 100 من عدد مكون من 3 أرقام. ماذا يؤدي طرح 100 من عدد مكون من 3 أرقام يا أصدقائي الحلوين؟ من يجيب؟ أحسنتم، يؤدي إلى أن تنقص منزلة المئات بمقدار 1. إذن طرح 100 من عدد مكون من 3 أرقام يؤدي إلى أن تنقص منزلة المئات بمقدار 1. هيا بنا لنبدأ عملية الطرح. ماذا يجب علي في البداية يا أصدقائي؟ ماذا يجب علي؟ أن أحدد الرقم الذي يقع في منزلة المئات من العدد الأول الذي هو 645. ما هو الرقم الذي يقع في منزلة المئات يا أبنائي؟ من يعرف؟ من يجيب؟ أحسنتم، الرقم 6. الرقم 6 هو الذي يقع في منزلة المئات. وقلنا يا أبنائي أن طرح 100 من عدد مكون من 3 أرقام يؤدي إلى أن تنقص منزلة المئات بمقدار 1، يعني يجب أن ننقص من منزلة المئات مقدار 1، ومنزلة المئات هي الرقم 6. إذن فيكون 6 ناقص 1 كم يساوي يا أبنائي؟ كم يساوي؟ 5. أحسنتم، يساوي 5. إذن الآن أصبحت منزلة المئات 5 بعد أن نقصت مقدار 1. كانت 6 نقصت مقدار 1، أصبحت منزلة المئات 5. فبالتالي يكون ناتج طرح الجملة العددية كالتالي، 645 ناقص 100 كم يساوي يا أبنائي الطلاب؟ كم يساوي؟ نقصت منزلة المئات مقدار 1، فكم يكون الناتج يا أبنائي الطلاب؟ أحسنتم، 545. بارك الله فيكم. بعد أن نقصت منزلة المئات 1 أصبح الناتج 545. جزاكم الله خيرا. المثال الثاني، في مدرسة 385 سبورة، تعطلت منها 100 سبورة، كم سبورة بقيت في المدرسة؟
إذن المثال الثاني هو مسألة لفظية، نقرأها مرة أخرى: في مدرسة 385 سبورة تعطلت منها 100 سبورة، كم سبورة بقي في المدرسة؟ دعونا أولا يا أصدقائي نتذكر ما خطوات حل المسائل اللفظية. أولا أقرأ، ثانيا أفهم، ثالثا أخطط، رابعا أحل، خامسا أتحقق. إذن يا أصدقائي الطلاب، بعد أن تذكرنا خطوات حل المسائل اللفظية، نأتي إلى مسألتنا لكي نحلها. إذا نعيد قراءة المسألة مرة أخرى لكي نفهمها جيدا: في مدرسة 385 سبورة تعطلت منها 100 سبورة، كم سبورة بقيت في المدرسة؟ إذن هذه المدرسة فيها 385 سبورة، تعطلت منها 100 سبورة، كم سبورة بقي في المدرسة؟ أولا يجب علينا أن نحدد العملية التي تساعدنا في حل هذه المسألة. ما العملية التي تساعدنا في حل مسألتنا يا أصدقائي؟ من يعرف؟ من يجيب؟ ما هي العملية التي تساعدنا في الحل؟ أحسنت، عملية الطرح. أحسنت، عملية الطرح. إذن فلنبدأ، لدينا العددان المضافان 385 و100، يجب علينا أن نطرح 100 من 385. إذن لدينا 385 ناقص 100. كما درسنا في المثال الأول يا أبنائي الطلاب أن طرح 100 من عدد مكون من 3 أرقام، ماذا يؤدي يا أبنائي؟ ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أن تنقص منزلة المئات مقدار 1. إذن يؤدي إلى أن تنقص منزلة المئات مقدار 1. فماذا يجب علي في البداية يا أبنائي الطلاب؟ أن أحدد الرقم الذي يقع في منزلة المئات. ما هو الرقم الذي يقع في منزلة المئات في العدد المضاف الأول 385؟ من يجيب؟ ما هو الرقم الذي يقع في منزلة المئات؟ أحسنتم، الرقم 3. الرقم 3 هو الذي يقع في منزلة المئات. إذن بعد أن حددنا الرقم الذي يقع في منزلة المئات، يجب أن ننقص من هذا الرقم مقدار 1. يجب أن ننقص من هذا الرقم مقدار 1، فيكون 3 الذي هو الرقم الذي يمثل منزلة المئات، يجب أن ينقص منه 1، ناقص 1 يساوي كم؟ يساوي 3 ناقص 1 يا أصدقائي. من يجيب؟ أحسنت، يساوي 2. أحسنت، بارك الله فيك. إذن الآن يا أبنائي الطلاب، أصبحت منزلة المئات 2 بعد أن نقصت 1، كانت 3، نقص منها 1 أصبحت 2. إذن الآن منزلة المئات 2، بالتالي كم يكون ناتج طرح الجملة العددية 385 ناقص 100؟ من يجيب؟ من يجيب يا أصدقائي؟ أحسنت، يكون الناتج 285. إذن بقي في المدرسة 285 سبورة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والآن يا أصدقائي الطلاب، وصلنا إلى الواجب. الواجب هو تدريبات رقم 7 و8، صفحة 258. وأيضا لدينا واجب
في البرنامج يجب عليكم حله بأنفسكم، بالإضافة أيضا إلى الواجب الأسبوعي، لا تنسونه يا أبنائي الطلاب، الواجب الأسبوعي على البرنامج أيضا يجب عليكم حله. والآن أترككم في حفظ الله ورعايته، إلى أن ألقاكم في الدرس القادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.